زميل العزيز محمد طه ومع المدير الإداري لفريق سموحة عادل محجوب. إليك الكلمة يا طه مع كابتن عادل محجوب. فرح مره تانية من داخل القاعه اللي اجريت فيها طبعا قرعه كاس الرابطه. كابتن عادل معجوب ممثل نادي سموحه. كابتن عادل اولا برحب بيك على اون تايم سبورتس، وبطوله موفقه اكيد للجميع. شايف ازاي القرعه النهارده، وشايف ازاي مجموعه نادي سموحه، وبشكل عام المنافسه في البطوله بعد طبعا عدم وجود الاهلي والزمالك باعتبارهم قوه كبيره، مع احترام لكل الانديه، وان النهارده الكره كلها في مصر كلها بقت ما تقدرش تتوقع اي نتائج لكل الفرق حقيقي. هو سيادتك طبعا زي ما انت قلت كله متساوي، وكل طبعا بالنسبه لخروج الاهلي واعتذاره والنادي الزمالك طبعا بتدي الفرص للفرق الثانيه ان هي تبقى تنافس، على سوم ان هو طبعا الدوره بتاعت الرابطه بقت دوره يعني بعد الدوره اللي فاتت دي بقت كل الناس عاوزه تشارك، وكل الناس عاوزه توصل زي ما سيراميكا وصلت، وتبقى تروح مع كاس السوبر كاس بطل الكاس وبطل الدوري، فطبعا دي حاجه كويسه. فاحنا برضو نادي سموحه عنده طموح ان شاء الله ياخد البطوله، وكابتن سامي اتكلم في الموضوع ده لان بطوله كويسه. فطبعا سيادتك بعد اللي حصل في الامارات وسيراميكا مثلت الكره المصريه طبعا بطريقه كويسه، وفيوتشر وكل الناس بحييهم، فسيادتك برضو احنا بنطمع ان احنا نعمل حاجه، وتهيألي كل الفرق برضه بتطمع ان هي تعمل حاجه. نادي الاتحاد اسكندريه والدنيا كلها طمعانه في ان هي تعمل حاجه، خصوصا بعد المسابقه بصراحه نجحت كاس الرابطه نجح يعني. كلمنا عن مجموعتكم، وانتم بتستعدوا ازاي الفتره اللي جايه بعد فتره التوقف في مسابقه الدوري؟ مجموعه فوتشر والاتحاد والبلديه. فستك بنطمع برضه ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل ماتشات كويسه، ونقدر ناخد يعني مركز كويس، ونشرف الكره في اسكندريه ان شاء الله. في مده قليله بتقدر ان انت تنافس ويبقى في جديه، الحاله البدنيه بتبقى جيده لانك في مشاركه، وعندك كمان ان انت تقدر تحقق بطوله وفي مقابل مادي كويس. كل ده شايفه ازاي في المده دي؟ والبطوله نفسها لما استحدثت كانت اضافه قويه بالتاكيد. طبعا اضافه قويه، واحنا اصلا ما خدناش الا 4 ايام اجازه او 5 ايام اجازه، وطبعا هي جايه قريبه، فطبعا يوم 9 يبتدي او يوم 8 لغايه يوم 10، فده حاجه كويسه. كل الناس اللياقه البدنيه زي ما هي، فطبعا الكابتن احمد سامي طبعا الموضوع الفني ده عنده، فان شاء الله يعني انا شايف ان ممكن نعمل حاجه. شكرا كابتن علي، والتوفيق لسموحه ان شاء الله، كل الانديه ان شاء الله. ربنا يخليك.